بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعين شاشة الصحة والجمال في كل مكان. صباح الخير، صباح الصحة، صباح الجمال. النهاردة معانا حلقة جديدة من برنامج هي دي مصر، ومع فقرة بنت الصعيد. بنت الصعيد النهاردة بنتكلم عن ظاهرة من أخطر الظواهر الموجودة في أي مكان. النهاردة ظاهرة ازدادت بشكل رهيب ومخيف، ألا وهي التار، الخصومات الثأرية. التار نار، التار خراب ودمار، التار بير ملوش قرار، سفك دماء لا ينتهي. النهاردة التار بيقول لك التار عار. دي مقولة للأسف عملت كتير من الخراب والدمار، شردت أسر وبقت دماء لا تحقن. النهاردة يوميا هنشوف النهاردة مع حضراتكم هذه الظاهرة وأبعادها والخطورة بتاعتها والقصاص وما معناه وممن يجوز. النهاردة بنرحب بالأفاضل، ضيوفنا الأفاضل، الأستاذ محمود جادي الكريم سليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، والدكتور محمود عبد الله سليم صاحب برنامج كلام سليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بعد شوية إن شاء الله معانا مداخلة من الأستاذ الدكتور السيد الباز، وهو حاليا موجود في الأراضي السعودية، وإن شاء الله لما ينزل إلى أرض الوطن سوف يقوم بإجراء جميع العمليات الجراحية لغير القادرين. طبعا جزاه الله كل خير، ومشكور هيكون معنا في مداخلة تليفونية بعد 10 دقائق. أهلا وسهلا بحضراتكم. بالنسبة للتار، النهاردة حضرتك بنقول ايه اللي هيدفع شخص انه ينهي حياة شخص اخر بدون وجه حق، وهو معتقد انه عنده حق وعايز ياخد بالتار؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عاوزين نقول ان الموضوع ده موضوع يعني متوارث يعني من قديم الازل، وده أول حاجة عشان لما نمسك الخيط واحدة واحدة. أول حاجة ده ضعف الإيمان، بسبب ضعف الإيمان، لأن الإنسان اللي يبقى عارف أنه لما يقتل نفس بغير نفس بغير ذنب فكأنما قتل الناس جميعا. فأهم حاجة الإنسان يبقى عارف إزاي يرضى ربنا الأول، لأنه لو رضى ربنا خلاص ده أهم حاجة. فكمان عاوزين نقول العصبيات القبلية، العصبيات اللي موجودة وأغلبها في الصعيد، تمام، عشان نقول يعني إيه. لكن الإنسان لما يعرف إن اللي بيقتله ده هو أخوه. نستأذن حضرتك يا دكتور في مداخلة تليفونية مع الدكتور سيد الباز. السيد الباز، دكتور سيد الباز، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتورة صفاء، وأهلا بالحضور الكرام مولانا وسياده النائب الاستاذ محمود جاد. اهلا وسهلا بحضرتك. ان شاء الله تكون مع حضرتك ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك ونشكر كل المجهود اللي حضرتك هتقوم به في مساعده واجراء العمليات الجراحيه لغير القادرين. اولا دي لفته انسانيه طبعا بنشكر حضرتك عليها، وسيتم التواصل عن طريق التليفونات اللي على الشاشة، هتظهر على الشاشة إن شاء الله، وعن طريق برنامج هي دي مصر والأستاذ محمود سليم. أي حالة حضراتكم بتتوجه بالتعامل مع البرنامج عن طريق الأستاذ محمود سليم، وبإن شاء الله بيقدر أول ما ينزل الدكتور السيد الباز هيقوم بإجراء العمليات في كل مكان في الجمهورية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. النهارده بنتكلم عن التار. طبعا حقن دماء لا ينتهي، مفيش حقن دماء، ليه سلسال من الدم. النهارده ليه التار مش بينتهي زي اي عادات وتقاليد
متوارثة من بدري. هو طبعا اضطر من العصبية القبلية ومنذ خلق البشرية وموجود. دي مشكلة كبيرة وخطيرة وظاهرة اجتماعية مش عارفين نحلها ازاي النهاردة. ليه ما انتهتش زي كثير من العادات والتقاليد المتوارثة؟ اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا ان شاء الله بنحب بس نطمن الناس طبعا بصفة طبيب ومتابع وفي الاحداث بتاعه كورونا. أيوه. ان شاء الله باذن الله عن 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 علم وعن دراسه وعن احداث باذن الله بطمن المواطنين جميعا انه بدخول شهر رمضان الكريم باذن الله هتكون في اخبار كويسه سواء من ناحيه الجو او من ناحيه الاعداد. بس يا ريت نلتزم كلنا بتعليمات وزاره الصحه وبعدم الاختلاط وبالجلوس في البيت هذه الفتره الصعبه يعني، والالتزام بالتعقيم والكمامات وما الى ذلك. ده اولا. احسنت. ثانيا بالنسبه لموضوع الاطار، هو دي حاجه احنا كبرنا وطلعنا لقينا في حاجه اسمها اطار. طلعنا على كده. المسلسلات ليها دور كبير قوي. نعم. في افشاء الظاهره دي. دراما. بدل ما تعالجها، بدل الافلام والفن ما يعالج مشكله انا شايف ان هي ظاهره اجتماعيه كانت محتاجه الوقوف عليها من الاول خالص من بدري، وكان المفروض او كان على الاعلام والفن اللي هو بالتعاون مع رجال الدين، بالتعاون مع علماء الطب النفسي، لان الظاهره دي المؤسسات والاشخاص المسؤولين. نعم. شق نفسي وشق اجتماعي عرقي قبلي. تمام. شق نفسي وشق عرق اجتماعي قبلي. هي الظاهره من العصبيه القبليه حضرتك. بالظبط كده دكتورة صفاء. دايما متخيل اللي بيعمل الظاهره دي او اللي بياخذ بالصقر بان دي فيها رجولته وفيها شهامته وفيها اصوله وفيها، لكن هي عادات موروثه خاطئه. تمام. وده اللي موروثه خاطئه. لابد ان احنا كلنا نحاول نخش في الملف ده ونحاول نعالجه بحكمه وبعلم وبتكاتف رجال الدين مع وزاره التربيه والتعليم مع الاطباء والقاده والمسؤولين مع المجتمع المدني. كل ده هيتبلور في النهايه، وفي ان شاء الله يعني خطه هقولها لحضرتك بعدين بعد الهوا ان شاء الله في ازاي نعالج الظاهره دي. تمام. ده السؤال الثاني لحضرتك اللي بيخليني اسال، ايه ما هي الاسباب التي تؤدي الى الاخذ بالثار او اساسا الخصومات الثاريه؟ ايه هي الاسباب اللي بتؤدي؟ هل اصبحت الاسباب النهارده زي زمان اسباب تستدعي تستاهل، ولا اسباب يعني نقول هايفه ما تستدعيش ان يعني بيحصل النهارده ده على طول على طول في يعني كل ما يكملش مثلا شهر نسمع في سوهاج، نسمع في اسيوط، نسمع وفي معظم القرى حضرتك يعني النهارده لسه ما كملتش سنه وفي 3 4 5 حوادث طار موجودين وكبار يعني، والاسباب حضرتك هايفه يعني. النهارده الاسباب بقت بسيطه جدا اللي بيحصل. زمان مثلا نتخانق على زرعه ماشي، يبقى في سبب حد قتل عن عمد برضه في خناقه وبيدافع عن نفسه. النهارده لا، اصبحت اسباب حضرتك. اتفضل. ان شاء الله هو باذن الله هو كان الاول الصقر كان مضمونه في اهالينا في الصعيد بالتحديد برضه بخص بالذكر. تمام. انه كان سببه ممكن يكون نازع مثلا ديني، خلاف ديني ما بين عائلتين، خلاف على زي ما حضرتك قلتي على زرع، على حاجه ملموسه يعني. تمام. خلاف على حاجه ملموسه، حاجه تستاهل نقول ولو ان كده كده الصقر يعني بتمثل تراث موروث عند اهلنا في الصعيد. البنت وخروج البنت والكلام عن البنت والكلام عن البيت والارض والزرع والمال، كل الكلام ده كان موروث
كانوا محتفظين بيه، فبالتالي كانت الصراعات بتنشأ لهذا السبب وتؤدي في النهاية إلى سوء العاقبة. أما الآن فأصبحت الأمور بدأت تاخد شكل منحنى تاني، وهو منحنى ما اقدرش اتعامل معاك بالحكمه والعقل والدين. تمام، ما اقدرش اتعامل معاك بكده، بسرع لسبك الدماء والسلاح والبلطجه. تمام، الحاجه دي برضو ليه دخل دور فيها الاعلام، الافلام حضرتك، الافلام اللي بتصور ماشي للشباب بانه رجولته، في انه لما يختلف مع زميله خلاص يتعامل بالسلاح وهيتعامل بالقوه والعنف. الاعلام والافلام ليها دور كبير بالتغيير ده. الدراما، الدراما المصريه. الحاجه الثانيه التواصل الاجتماعي، اصبح دلوقتي العالم منفتح على بعضه، فبدا اللي في القاهره يخاطب اللي في الصعيد مع اختلاف الالوان واختلاف العقائد واختلاف الثقافات، فحصل انفتاح زي ما بيقولوا في السوشيال ميديا، وما حصلش انفتاح في العقول. تمام، ما حصلش انفتاح في العقول. تمام، بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك يا استاذ الدكتور السيد الباز على هذه المداخله التليفونيه. نرجع بقى، شكرا جزيلا ليكم، ونرجع مره اخرى. شكرا يا دكتور، تفضل. تحياتي لحضرتك. نرجع نستكمل مع حضراتكم، مع الدكتور محمود. اتفضل يا دكتور، السؤال اللي كنا سألناه، ايه اللي بيخلي شخص ينهي حياة شخص آخر بدون وجه حق؟ بداية زي ما قلنا ان من اول الاسباب هو اولا ضعف الايمان. لان الانسان لما يعرف ايه اللي ربنا طلبه منه وايه اللي سيدنا محمد امره بيه، خلاص اكيد كل الحاجات دي هتخلص، ربنا قال كده. فمن يقتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. خلوني بس في البداية أعزي جموع شعوب العالم في الذين قد أصابتهم الوفاة في هذا المرض الخطير، فيروس كورونا المستجد. حمى الله مصر وحمى شعبها وجيشها ورئيسها وحمى العالم أجمعين من كل مكروه وسوء. تمام، أحسنت يا دكتور، تسلم. أستاذ محمود، النهاردة يقال كما مثلت الدراما المصرية أن المرأة الصاعدية لسنوات عديدة هي التي تحرض على التار. هل هذا الكلام النهاردة صحيح فعلا ولا لا أصبحت تخاف على أولادها، لا تمشيهم خالص من المكان اللي فيه التار؟ هل فعلا هي لها دور وهي المحرض الأساسي؟ نعم يا فندم. بل وبتتهمها الدراما ان كمان هي ممكن لو ما خدوش بالطار هي اللي تاخد بالطار بنفسها. كويس، اتفضل حضرتك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اعز الشعب المصري في الشهيد محمد فوزي واهل الشهيد، وتحيه لهم الشهيد. ومن حضرتك عاوز اوصل رساله لخاين الوطن، وبعدين اكلمك في السؤال بتاعك. اتفضل حضرتك. طبعا بالنسبه لخاين الوطن اللي هو بيحرج بره، هوصل له رساله مني انا. تمام. مش شاعر بس انا كاتب. ايه؟ ايوه اتفضل يا فندم، قول حضرتك. بقول له ايه؟ بقول له انا مصري واعيش على ارضي وافتخر. تمام. رحت فين يا خاين الوطن؟ تركيا ولا قطر؟ ده الوطن سعيد من يوم ما سبت الوطن، هتعيش غريب وهتموت غريب وما باقي الا الوطن. عاش رئيسه وعاش شعبه وجيشه وشرطته وخلوه وطن. تمام، اسمعه تاني خاين الوطن، عاش رئيسه وجيشه، عاش رئيسه وشعبه وجيشه وشرطته خلوه وطن. تمام، ومصر هتفضل ارضنا، مصر طبعا، والوطن هيفضل وطن. احسنت يا استاذ محمود. ضحكته على الغلابه والمساكين، تمام، صرفت الملايين على دمار الوطن، هتروح فين من ربنا يا خاين الوطن؟ شكرا يا فندم. ارجع للسؤال بتاع حضرتك. تمام، السؤال بتاع حضرتك يا فندم بالنسبه للمراه في الصعيد، الاول كان ليها سبب كبير في الموضوع ده. تمام، بس النهارده ربنا سبحانه وتعالى جعل الصعيد وبنت الصعيد في التعليم ووصلت، فبقي نسبه الست
مفيش غير الاول يعني. تمام. فكانت تبقى الست لها نسبه كبيره يعني، ممكن الراجل يكون جاي من شغله ومروح البيت ومشكله صغيره، ومفيش مشكله في الصعيد بالنسبه للطار يا دكتور الا ما بتسبب حاجات بسيطه. تمام. يا مشكلة الأسباب هايفة النهاردة بسيطة، حاجات تافهة يعني بتوصل إنه الإنسان يشرع السلاح في أخوه المسلم وتؤدي إلى زي ما قلنا ده عشان إلى حالة حالة الوفاة يقتل. مظبوط. بالنسبة طبعا حكم إن أنا ابن الصعيد وفي لجنة المصالحات أيوه وبصلح مع الأخوة المحترمين المشايخ والعمد، فالحاجات دي إحنا ملتمسين على الطبيعة بالظبط. تمام. الوقت اللي احنا النهارده حضرتك معظم المشاكل اللي بتحصل ويسفك الدماء بسببها، هل فعلا هي لما نبص المشكله مثلا حصلت قتل واحد في فرن بلدي دي يعني يعتبر 16 سنه 15 16 سنه بدون وجه حق، مجموعه اتكتلوا عليه وضربوه ضرب افضى الى الموت، فده طبعا مشكله كبيره، فهل فعلا كان وراه امراه صعيدية يعني يقال يعني الدراما على سنوات عديدة نشوف في مسلسل طايع ومسلسل ولد الغلابة ومسلسل مجسدين ان المرأة الصعيدية هي المحرض الرئيسي، ولما نشوف هي فعلا هي المرأة عنصر من ضمن العناصر يعني ونشوف كل القضايا القتل فعلا اللي حصلت يقول لك لا دي الست هي اللي حرضت دي هي اللي خرجت هي اللي قالت روحوا خدوا بالطار، هي الأم عليها طبعا دور كبير طبعا في في فهل في الأسرة كلام طبعا حقيقي يعني ده ولا اتهام من الدراما المصرية للمرأة الصعيدية؟ هو دكتورة مش اتهام هو هو موجود مش هقول بس مبالغ فيه شوية يعني بس مبالغ يعني بس دماغ يعني مبالغ مبالغ في الدراما بالظبط نسبة التعليم غير اللي هي اختلف وصلت في الوضع شوية وبيجي الصعيد حاجة مشرفة طبعا غير الأول خالص. فحاليا المشاكل بتبدأ طب دلوقتي في حاجة جديدة طلعت عندي أنا خدت بالك يا دكتور إنه ممكن الواحد لو ماشي ده بصلي حصل حضرتك ده في حادثه قتل شهيره فتبص تلاقي المشكله كبرت ده جري جاب السلاح بتاعه وده جري جاب السلاح بتاعه في الحته دي بيحصل ايه يا دكتور طالما ما الانسان سحب السلاح خلاص استحوذ عليه الشيطان انتهى الامر تمام موجود في قلبي ليه لانه السلاح ده انتهى انت يعني خلي الامور بينك وبين ودايما عشان اريحك يا دكتوره برضك و الأخ الدكتور محمود إنه المشاكل الصقر بالذات ما تبقى موجودة عندنا في الصعيد ويكونوا أهل ما يشرطش يكون غريب مع غريب مش شرط لا لا ممكن يكون ابن عمه ممكن يكون ابن خاله خاله كمان ده بيبقى خاله كمان يعني يعني إيه بتبقى العملية يعني ده كان في وقعة الولد الأم استنت مزمو. لما الولد يكبر وخطروا من خاله والحتة يعني التانية يعني اللي هي اللي هي دكتورة فيها ظلم وما هو الظلم؟ انه انا كده. رجل انا رجل ضربت وخلاص ودخلت السجن فاحنا بنروح للناس يا جماعه الهدوء ارجو منكم لغايه ما تنتظروا تشوفوا هي إيه؟ برضك الحاجه القضاء. اللي احنا عاوزين نتكلم فيها ان هنا برضك القضاء وتاخير الاحكام دي النقطه اللي احنا عاوزين نركز عليها ما هم تاخير الاحكام يعني في حكم ممكن يقعد بثلاث اربع سنين فالناس بتبقى شيطه القاتل يقتل عايزه تخلص معاك يعني بس هنا برضك يعني تاخير يعني مثل هذه القضايا في في المحاكم تمام هي دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي بتزود عمليه الطار في نهايه الفقره حضراتكم بنشكر حضراتكم في احنا برضك عاوزين نتكلم تاني مع احترامي ليكي في ان شاء الله عاوزين نتكلم في الشق اللي هو الشق المهم اللي الناس الشعب بيعاني منه اللي هو الشق بتاع الراجل الفقير الراجل المحتاج احنا هو الاسعار ما احنا عاوزين نتكلم احنا, احنا فقره الطرد ظاهره كبيره اجتماعيه من خلالها من خلالها عاوزين نوجه في رساله في حضرتك تاني هنواصل للرقابه وجهاز حمايه المستهلك الاسعار بقت غاليه جدا ارتفعت عاوزين يبقى في دور فعال لجهاز حمايه المستهلك وللرقابه زي ما كنا زمان يا استاذه كنا زمان بنشوف التموين شغال والمحاضر شغاله وفي التزام احنا الوقت في امس الحاجه ان احنا نتكاتف مع بعضينا يا جماعه لان احنا في مركب واحده في سفينه واحده فلازم ناخد بايدين بعضينا ظاهره كبيره ومعانا هيكون ان شاء الله في الفقره القادمه رجل دين
ونتكلم من الناحية الدينية، بحيي أسرة البرنامج طبعاً. نشكر حضراتكم وكل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. اللهم آمين. حمى الله مصر وحمى شعبها ورئيسها من كل سوء، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي، وتابعونا مع باقي فقرات البرنامج. شكراً.